أهلا وسهلا بكم في قناة أم ريبال. Welcome to the Om Rapal channel. بصراحة ربنا شايفة جهات كده عايزة لازم تاكل بالجزمة على دماغها. الكلاب ثابت، والله الكلاب ثابت يا جماعة، والله الكلاب ثابت. في بعض ناس شخصيات لازم تطلع على اليوتيوب، لازم تدي لناس فوق دماغهم بالصرمة القديمة. معرفش يعني ممكن يبقى ده صح ده غلط، انا مش فاهمه. يعني لازم الناس تلجي الناس كده، ناس تبقى موجوده لتلجيم ناس. يعني في بعض الناس يقولوا يا جماعه سيبوها ما تكلموش عليها. طب وانتوا يعني يرضيكم اني واحده تطلع امبارح، انا هتكلم على الفيديو بتاع امبارح بتاع الغوايش بتاع الفرحه بتاع الغنى بتاع كدنا العوازل يا ملامه، ايه ده؟ انا بامانه يعني انا بصوا المثل اللي بيقول هم يبكي وهم يضحك. انا لو قلت لكم ان انا ضحكت، انا ضحكت. ليه يا مام بتضحكي؟ ما هو علشان المثل ده، علشان هم بيبكي وهم بيضحك. هي هم ومصيبه سودة حلت فوق دماغنا. عاوز اقول لكم هي فضيحه، فضيحه وعار على مش مصر كلها، على العرب كلهم. خلي بالكم هي لطانه كلها. يعني مش احنا بس كمصريين، ما حدش يدخل يقول لي دي مصريه وفضحتكم انتوا يا مصريين. لا، عايز اقول لكم انها فضح العرب كلهم. يعني كلنا بقى، كلنا مش هقول المصريين بس، لأ كلنا ملطوطين. هي كامرأة عربية، احنا بقى بص انا هوزع دمها على القبائل. على البلاد كلها، لكن مصر كل مصر بس اللي تتحمل ذنبها. لا يا جماعة، انا لقيت لكم امبارح قاعدة كده، خير اللهم اجعله خير، قاعدة باخد في مضادات حيوية، وحتى يمكن يكون باين لسه على صوتي. كانت بوادر برد، فقلت يا بت الحقي بوادر البرد. طبعا انتوا عارفين المية الساقعة، والتكييف والمراوح لابسة في وشنا، والتكييف ضارب في وشنا، ومية ساقعة وحاجات ساقعة. طبعا عشان نقدر نقاوم الجو اللي احنا فيه ده، احنا مش متعودين برضه على مهما كانت حر عندنا، لا مش متعودين ان الحر يبقى حر حر جامد قوي كده. فقاعدة بقى ايه، قاعدة بعالج في الامور، الحق الامور، لان الامور عندي لو ساءت هتسوق هتاخد لها فترة طويلة قوي. فيعني قلت يا بنت الحق امورك، فقلت بقى اقعد بقى في السرير وريح روحي، حتى ما نزلتش فيديو امبارح، واشرب حاجة دافية ويعني وعد الأمور ومضادات وأدوية وبتاع. لقيت لك الواتس تك 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 تك، خير اللهم اجعله، أكيد في مصيبة، أكيد في مصيبة. أفتح الواتس يا مناعة وقال خير اللهم اجعله خير، ألاقي أختنا سناء شمعاك خواتي. شفتي المجنونة الهبلة؟ قالت عليكي كده يا مدام شنعاء خراتين، قالت عليكي كده، بقولها على العلن، بفتن على العلن، هتشتغلي فتانة يا إيمان؟ أفتن على العلن قدام الناس كلها، عشان دي ولا غيبة ولا نميمة يا سناء. سناء قالت عليكي إن أنتي اتهبلتي خلاص، أنتي اتجننتي. فأنا قلت لها فعلا اتجننت، يعني أنا شفت الفيديو كده أول لقطتين منه، قلت لا والنبي أنا ما فالقالك، زوري مشرخ وحاسة إني مشرح كده والله العظيم. فمش قادرة ان انا اضحك، ما انا قلت لكم في الاول هم بيبكي وهم يضحك، فلو عايز اضحك زوري هيتعب اكتر. لا فارتاح شوية واقفل. فقلت لها والله يا سناء دي عاوزة صلاة المجانين، لو كانت عندنا انا في مصر كنا دخلناها صلاة المجانين. بس يا سناء معلش العيب عليكم، يعني انا يعني مثلا هلوم على السوريين، مش كان جوزها الدورزي كان سوري يا جماعة؟ هو كان تواها هناك. كان تواها في سوريا كده وخلاص، ومحدش دري بيها ولا حد يعرف لها طريق جرة، وخلاص كلبة وراحت. كان تواها هناك. كان تواها في سوريا كده وخلاص، ومحدش دري بيها ولا حد يعرف لها طريق جرة، وخلاص كلبة وراحت.
كان تواها هناك كان تواها في سوريا كده وخلاص، ومحدش داري بيها ولا حد يعرف لها طريق جرة، وخلاص كلبة وراحت وخلاص وانتهينا. مش ياخدها نطلع بيها على فرنسا، يطلع بقى الموال الأسود كله اللي احنا شفناه في فرنسا. يبقى البداية جت منين؟ مش من عند بلد سناء وعند سناء، ومش بس بلد سناء بس، ده بلد ناس كتيرة قوي. أنا واثقة إنه مع السطح وسامعيني مليون طبعا بوسة ليهم عباية قلبي وإخواتي. فلا العيب عليكم، معلش احنا هنعيب. احنا يعني مش بعيب عليكم، بعيب بحاجة وحشة. لا والله يعني عاوز اقول لكم ان الغلط جه من جوزها، هو اللي سربها علينا. رجعت بعد كده لما قعدت مع نفسي قلت لا، جوزها ليه؟ ليه جوزها؟ لما قعدت بقى كملت بقية الفيديو لقيت العيب، السبب في جنان الست دي بالمنظر ده وطلعها علينا بالمنظر ده، ان حبها لرضا لسه ما انتهاش. والله يا رضا لسه ما انتهاش يا رضا، يعني الغلط جاي من عندك انت يا رضا. قلت لا، اخواتنا السوريين خلاص كده برأ من دم الست دي، الغلط جاي من عندك. هو الراجل وداها فرنسا عادي، ما كانش يعرف ان هنشوف الايام السودة دي. اكيد هو بيشوف قناتها وبيشوفها وبيستعجب وبيضرب كف على كف ان انا ازاي اتجوزت في يوم من الايام الست المهبولة دي. ما علينا، طبعا انا شايفة ان الغلط جاي لنا من عند رضا، هو اللي طير عقلها. هو يعني بجد يعني ما خلى برج من دماغها قطار. على فكرة يا جماعة، أنا في حاجة عاوز أقولها لكم. أنتوا فاكرين لما طلعت برضو علينا قعدت تقول لك إيه؟ يعني كانت في فرحة كده وهي رايحة بتعالج الشرخ، أنتوا فاكرين القصة دي؟ لما وقفت برضو في نفس الوقفة بتاعة المطبخ، بس للأسف ما كانتش لابسة الغويش، وقعدت ترقص وقعدت تغني ومخاصمني بقاله مدة. وفي يوم في ليلة الشهر ما كلمني، سمعت حسه لما الأستاذ رضا رد عليها في التليفون، لما مجرد إنه رد عليها وقفت تحلل وترقص نفس الحركات اللي وقفت عملتها دي. فإحنا واخدين عليها إن هي حركات الهبل وحركات العبط. لا تؤاخذونا يا جماعة لا تؤاخذونا، احنا عارفين ان حركات الهبل دي بتيجي يا مدام، عارفين يا مدام ان حركات الهبل والعبط دي فيك يا مدام. وقت ما كنت ما كنتي ما كنتي ما كنتي لرضا رايحة تعالج الشرخ ورد عليكي وسمح لك ان انت تروحي علشان شكلك يبقى حلو قدام متابعينك، كنت بتهللي وكنت بترقصي وكنت بتنططي زي كنت بتهللي وكنت بترقصي وكنت بتنططي زي كنت بتهللي وكنت بترقصي وكنت بتنططي زي الفشار اللي في الحلة قاعدة بتتنططي كده وهتموتي من الفرحة علشان بس رفع التليفون وقالك وفك البلوك وقالك أمن. كلمني بقى الفيديو بقى مشغلالك وكلمني، سمعت حس وقفلتني سكة تاني. حاجة مش طبيعية، حاجة انتي ست مش طبيعية، ست يعني مش عارفة اقولك ايه، ست فعلا ضربت منك. ومن الاحسن لك، والله من الاحسن لك ان انت تاخدي اجازه طويله طويله طويله، اقعدي في الصحه او اقعدي في مستشفى، خدي علاج مظبوط، ما تاخديش منك لنفسك كل يومين ثلاثه تطلعي علينا بعلبه زرقاء وبعلبه خضراء وبعلبه وتقولي لنا بصوا اصل انا باخد ده مش عشان مهدئ ولا مش عارفه حبوب للاعصاب ولا لا، اصل ده فيتامين مش عارفه بيعمل ايه، وده فيتامين ده الايه، اصل ده اللي بيخليني بعمل ايه. على فكرة يا جماعة، يعني هي الصحة اللي هي فيها دي، انا عاوز اقول انا عاوز اقول لكم ان احنا ماشيين ببركة دعاك ياما. والله ببركة دعاك ياما، احنا بننقل رجل عن رجل ببركة دعاء الوالدين.
انتوا بتقولوا ايه؟ الست ما شاء الله تقول لكم عامله عمليه. عامله عمليه ايه؟ عامله عمليه ايه؟ انت عامله عمليه ايه؟ انت عامله عمليات مش لحاجه فيكي، مش لمرض فيكي يا مدام، مش لمرض فيكي يا مدام، مش لحاجه بتعاني منها يا مدام. طالعه بتقولي انا حلوه، حلوه بعمليات التجميل، بالعمليات اللي انت عملتيها، شد ونفخ وضرب والحاجات اللي انت عملتيها يا مدام. يعني هنقول لك ايه اكتر من كده؟